السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب دويرة حيث أنه فيه بعض الأشياء جديدة، ومنها أولا وضع السياج على يعني الملعب. السياج نشاهد هنا في الصورة الوضع نتاع السياج، إذن اللي يفصل المدرجات بالملعب. وكذلك الملاحظة الثانية هو انه انتهت تقريبا اشغال تاع وضع الطبقه نتاع لاكوش فيلترون تاع الحاصه، اللي السمك ديالها يكون حوالي 20 الى 30 سنتيمتر، يعني تغطيت كل الملعب. اذا ما يبقى الا عمليه وضع التربه الخصبه التي سوف يغرس فيها العشب الطبيعي او العشب الهجين. نتمنى يكون فيها عشب هجين ان شاء الله، ما بلناش الى يومنا هذا ما بلناش اذا كان فيها عشب طبيعي او عشب هجين. اذا هذه هي يعني الجديد فيما يخص ملعب الدويرة، ولنا موعد في المستقبل القريب حول الاشغال الخارجية للملعب. أترككم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.